لنبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا. والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى امبارح عدد من مقاتلي قوات حرس الحدود، وده في إطار اللقاءات اللي بتقوم بيها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات اللي بترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. وده كان بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. القوات البحرية قدرت امبارح انها تنقذ طاقم سفينة نقل بضائع لبنانية بعد تعرضها للغرق امام سواحل الاسكندرية. سفينة تعرضت للغرق اثناء رحلتها من ميناء طرابلس بليبيا الى ميناء الاسكندرية، وكان موجود على متنها طاقم مكون من 10 سوريين وشخص يحمل الجنسية الهندية. على الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع سفينة الإنقاذ العريش من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ، ونجحت بالفعل القوات في أنها تنقذ طاقم السفينة بالكامل وتقدم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ترأس أول اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، وقال رئيس الوزراء أن اللجنة دي هتعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة. وقال كمان أنه في توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة واتخاذ الإجراءات اللي بتستهدف التخفيف عن الناس وتخفيف أثرها السلبية على المواطن وعلى الاقتصاد المصري. كمان الدكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع تابع فيه موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ووحدات الإسكان المتوسط. أكد رئيس الوزراء أهمية مشروعات الإسكان اللي بتنفذها الدولة لتلبية مطالب المواطنين من مختلف شرائح الدخل في الحصول على الوحدات السكنية، وقال كمان أن المشروعات دي بتعمل انتعاش اقتصادية وبتوفر العديد من فرص العمل. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر امبارح انفوجرافات بتوضح جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وكمان جهود السيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية اللي موجودة في الأسواق العالمية. وزي ما هو هيوضح قدام حضراتكم في الانفوجرافات هنلاقي انه عندنا اكتفاء من القمح بنسبة 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في ابريل، وزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية الكلام ده 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5 شهور. أما المكرونة فنسبة الاكتفاء 100% ومدة تغطية 5 شهور، والسكر بنسبة اكتفاء 87% ومدة التغطية 4.5 شهور. واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة التغطية 9.5 شهور. أما الدواجن فبنسبة اكتفاء 97% ومدة تغطية 6.5 شهور. والفول بنسبة اكتفاء 30% ومدة التغطية 3 شهور. Thank you.
بترعاية السيد الرئيس وتزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وزارة الداخلية هتطلق النهاردة المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد، وده لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، وده بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.22 من مبادرة كلنا واحد، وده لمدة 30 يوم اعتبارا من 15/3 ولحد 13/4. تمهيدا لإطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، عقدت الوزارة اجتماعات مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية في إطار المبادرة بأسعار مخفضة. كلنا جايين نساهم في مبادرة كلنا واحد، كلنا لازم نقف جنب شعبنا. جميع السلع الغذائية من سكر ودقيق ورز ومكرونة وما يشمله من استراتيجي بتحتاجه الأسرة المصرية في شهر رمضان المبارك هيكون متوفر إن شاء الله بإذن الله في سلاسلنا. ودائماً بنقدم أكبر خصومات موجودة خلال المبادرة، وخاصة في السلع الاستراتيجية الأسعار دائماً بتبقى شبيهة بسعر التكلفة دون أي مكسب. خصومات بتوصل 30% للمستهلك النهائي في الرز والسكر والفول والعدس والبقوليات والحمص. احنا بيشرفنا اللي احنا نخش المبادره مش عشان مجرد احنا موجودين قبل رمضان او كمان جنب عيد ام، لا احنا عشان نخفف العبء شويه على المواطن، فهنخش في عروض تاني بعد اللي عملناها في يناير، هنخش تاني نكملها ونزود العروض شويه عشان نوصل لبعض العروض قريبه جدا من التكلفه المباشره للمواطن في كل منتجات الاجهزه الكهربائيه بشكل عام. كميات كبيرة من السلع الغذائية ذات الجودة العالية قامت الشركات التجارية والكيانات الصناعية المشاركة في المبادرة بتجهيزها لتلبية احتياجات المواطنين في إطار المبادرة التي تنطلق فعاليتها في 15 من الشهر الجاري بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60% على مستوى كافة المحافظات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتستمر على مدار شهر، وتأتي أهميتها للمواطنين في ظل متغيرات دولية ومحلية تحتاج إلى تكاتف الجهود للتخفيف عن كاهل المواطنين. أنا اللي دايماً ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخر. احنا مشاركتنا النهارده دي مشاركه تعني ان ده واجب على كل مصري موجود في البلد في ظل الظروف اللي البلد عايشه فيها دلوقتي والعالم كله عايش فيها، فده واجب على جميع المصريين، والمشاركه دي مشاركه بسيطه، تعتبر مشاركه بسيطه، وبدعو جميع الناس ان هم يحاولوا يشاركوا ويحاولوا ايدهم في ايد الحكومه، لان الحكومه مش هتقدر تعمل حاجه لوحدها. ما كانش القطاع الخاص والقطاع التجاري والقطاع الاستثماري يساعد مع الحكومه، ما هي البلد ايه غير انا وحضرتك وغيري وغيري وغيري. تسعمائة وثلاثة وتسعون فرعا لكبرى السلاسل التجارية مشاركة في المبادرة قامت بإنهاء تجهيزاتها لاستقبال المواطنين، وتم وضع الأسعار الجديدة على المنتجات التي توافرت بكميات كبيرة، إضافة إلى وجود شوادر وسرادقات ومنافذ بكافة المحافظات موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسهل على المواطنين الوصول إليها والاستفادة من فارق الأسعار. كما جهزت الوزارة قوافل من السيارات المحملة بالسلع لتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجاً.
دي المرة الـ 22 لينا مشاركين من خلال الـ 100 فرع بتوعنا على مستوى محافظات الجمهورية مصر العربية. المنتجات كلها الاستراتيجية موجودة وبوفرة وبنفس السعر القديم، مفيش أي تغيير في الأسعار، والبضاعة موجودة وتكفينا لشهور قدام كمان يعني. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر. انطلاق المبادرة جاء تأكيداً على الثوابت الوطنية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها، وإيماناً منها بدورها الاجتماعي في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات كبيرة، وهو ما تحرص عليه المبادرة التي تشارك فيها كافة قطاعات وزارة الداخلية.